الرحمن الرحيم، برحب بيكم في حلقة جديدة من الكلام على الـ Imaging of the Brain Tumors by CT and MRI اللي ابتديناه في الحلقة اللي فاتت، وخلصنا الكلام على المننجيوما باي سي تي وبعض الاسبكتس في الايمجينج وكده. النهاردة بنكمل الكلام على الايمجينج اوف دي مننجيوماز باي ام ار اي، وبنتكلم على the special types of meningioma، ونبتدي ان شاء الله مع بعض نواصل الكلام اللي احنا اتكلمناه في المرة اللي فاتت وما يتعلق بالمننجيوما باي ام ار اي. بنكمل دلوقتي بعد لما خلصنا الكلام على المننجيوما بالسي تي، هنتكلم على المننجيوما بالام ار. وطبعا الام ار في البرين تيومرز لازم برضو هيتعمل بالصبغة، ونفس الصبغة بتاعت المنظر في السي تي هيبقى تقريبا هو المنظر في الام ار. يعني الليجر اللي بيعمل هوموجينس انهانسمنت في السي تي هيعمل برضو هوموجينس انهانسمنت في الام ار. لكن طبعا انتوا عارفين ان الصبغة المستخدمة في الام ار is completely different عن الصبغة بتاعت السي تي، واللي هي اسمها جادولينيوم دي تي بي اي، وديت صبغة بتتناسب مع المجال المغناطيسي اللي احنا بنصور بيه في الام ار. لكن الصبغة بتاعت السي تي زي ما انتوا فاكرين اسمها يوروجرافين ومعرفش ايه وحاجات زي كده، زي ما قلنا في المرة اللي فاتت. لو احنا بقى جينا نشوف العيان، طبعا في الام ار مفيش حاجة اسمها ام ار بالصبغة على طول، لازم العيان هيعمل الاول فحص من غير صبغة، وبعدين نحقن الصبغة، وبعدين نشوف المنظر شكله عامل ازاي في التي 1 وشكله عامل ازاي في التي 2 وبعدين شكله عامل ازاي في الصبغة. فاحنا لما جينا نفصل في موضوع التي 1 والتي 2 ده، قلنا ان احنا عندنا اربع احتمالات، يا اما ان الليجن يبقى اسود في التي 1 والتي 2 وقلنا ايه الديفرنشال دايجنوزز بتاعه، او ابيض في الاثنين، او ابيض في التي 1 واسود في التي 2، او اسود في التي 1 وابيض في التي 2 اللي هو ذا سيكونس بتاع الميه اللي هو زي سي اس اف كده، اسود في التي 1 وابيض في الايه في التي 2. وقلنا ان بيندرج تحت هذا السيكونس او تحت هذا الابيرنس كل البرين تيومرز والانفاركشنز والبتاع، لان البرين تيومرز فيهم نسبة من المية قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، وبناء على كمية المية اللي موجودة في كل تيومر بيبتدي يبان المنظر بتاعه في الام ار. فاحنا البرين تيومر المننجيوما او اي حاجة هتبقى سودة في التي 1 وهاي سيجنال في التي 2، يعني بيضة في التي 2. لكن ايام زمان كانوا برضو معتقدين ان المننجيوما ممكن تبقى انترميديت سيجنال، يعني رصاصي في التي 1 ورصاصي في التي 2، وقالوا ان ده احد المميزات بتاعه المننجيوما. لكن بعد الام ار ما كتر وابتدينا نشوف حالات كتيره، لقينا ان في مننجيوماز بتبقى سودة في التي 1 وبيضه في التي 2، وهو دوت الاصل الحقيقه، لان المننجيوما اللي بتبان رصاصي في التي 1 والتي 2 ما عندهاش ميه كتير، ودوت احد الانواع من المننجيوما اللي هي السمامتس مننجيوما، وده بيكون نتيجة ان الانترسيليولر سبيسز اللي عندها قليلة جدا، وان معظم التيومر عبارة عن كومباكت سيلز، وبالتالي مفيش كمية مية كفاية عشان تخلي الليجن يسود في التي 2 في التي 1 او يبيض في التي 2، وبالتالي بيكون النتيجة انه بيطلع بين البنين في ده وفي ده. الاهم من كده بقى ان الليجن لما تحقنه صبغة يعمل هوموجينس انهانسمنت، واحنا شايفين هنا ادي الليجن which is homogeneous enhanced، لكن عشان الام ار ما بيشوف العظم لونه اسود، فتقدر تشوف ما يسمى بديورال تيل. ديورال تيل معناها ان في انهانسمنت اوف ذا مننجيز adjacent تو ذا مننجيوما بره حدود المننجيوم. فمثلا تلاقي ديل كده هو طالع لفوق وديل تاني نزل لتحت، وديت برضو كان زمان معتقدين ان this dural tail is pathognomonic للمننجيوم، يعني ما ينفعش تشخص مننجيوما لما يكون لها ديل. وبعدين اكتشفوا بعد كده ان الديل دوت مش pathognomonic، ولكن ممكن يبقى موجود مع اي ليجن يلزق في الديورة فيعمل لها irritation فتبتدي تبقى thickened وتبقى enhanced، وبالتالي ممكن يبقى موجود في المننجيوما وفي اشياء اخرى. فاحنا
التو كونسبتس اللي احنا كنا عارفينهم زمان، ان المننجيوما رصاصي في التي 1 والتي 2 ما بقاش صحيح قوي، ان المننجيوما لازم يكون معاها ديورال تيل ما بقاش برضو صحيح قوي، لان التيل ممكن يبقى موجود مع اي حاجة تانية بتلزق في المننجيوما. And this is a convexity meningioma. In the T1 weighted image, you see the lesion which is مسود شوية. T1 عشان الـ CSF لونه أسود، و T2 عشان الـ CSF لونه أبيض. وبعدين في T2 لقيت المننجيوما لونها أبيض. And this meningioma contains adequate amount of water، خلاها تبان سودة في T1 وتبان بيضة في T2. لكن المنظر دوت ينفع يبقى أي حاجة، يعني ينفع يبقى أي برين تيومر تاني، لكن الصبغة هي اللي بتحدد. فالليجن اللي هو لما تحينه صبغة يبقى هوموجينسلي انهانسد، تروح تدور هل ليه ديورال بيز ولا لا. لازق في الكونفكت مننجيز، يبقى ذيس از مننجيوم. لو فشلت في انك انت تلاقي له ديورال بيز، يبقى تفكر في تشخيص تاني زي ما هنتباحث بعد كده. And this is a T1 weighted image of another meningioma which is based to the falx cerebri. يعني دي اسمها falx sign meningioma. فتلاقي المننجيوما هنا هو لونها مسود خفيف، وهنا هو لونها مبيض خفيف، وده معناها ان الميه اللي في المننجيوما اللي ديت مش كتيره قوي، وبالتالي ما قدرتش تسود كويس في التي 1 ولا تبيض كويس في التي 2. لكن لما حقنتها سوا حصل لها هوموجينس انهانسمنت، وجايز تعتقد ان دوت ديورال تيل، ما تفرقش قوي. لكن المهم ان المننجيوما ديت قاعده على الفالكس ريبراي، يعني معنى كده ان هي فالساين مننجيوم. لما كنا بنتكلم على السي تي وقلت لك انك انت لابد تفوت نقطتين ثلاثه سود وزين المننجيوما في المننجيومز الكبيره زي المننجيوما ديت كده اللي فيها كالسيوم وكل حاجه، وبعدين هنا هو شايف نقطه سودة نتيجه الايه النكروز. لكن بعد الام ار ما طلع لقينا ان المننجيوما ممكن يكون فيها سيستيك كومبوننت زي اللي هوريه لك دلوقتي ده. And this is a meningioma and the T1 weighted image based to the convexity meninges اللي لازقه فوق. لما شفنا المننجيوما لقيناها تقريبا رصاصي شبه البرين، لكن فيها حته سودة كده من بره عامله زي الكيرف او زي البرنيطه. لما حقنا المننجيوما صبغه، المننجيوما از هوموجينسلي انهانسد، وبان ليها ديل من قدام وديل من ورا وشويه بروجكشنز كده. لكن اللي مهم جدا في الموضوع ده ان بعض من المننجيوما وكذلك النيوروفايبروما لو انتم فاكرين ممكن يكون فيها سيستيك كومبوننت، ولكن هذا السيستيك كومبوننت ليه شرط ان هو بيكون على البريفري بتاعه الليجن، ما بيكونش في وسط الليجن. لان لو كان في وسط الليجن يبقى الليجن دوت از نوت هوموجينس انهانسد ليجن، ونبتدي ندخل في ديفرنشال دايجنوز. فمثلا ادي مننجيوما متوسطنه على الفالكس وإذا هوموجينس انهانسد وليها ديل فظيع جدا زي ما انتم شايفين كده، وفيها سيستيك كومبوننت اهو صغير على البريفري بتاعه الليجن. فمفيش حد يجي يقول اصل المننجيوما دهيت مش هوموجينس انهانسد لان في حته منها از نوت انهانسد. انا بقول لك ان المننجيوماس في بعض الاحيان بتكون اسوشيتد معها سيستيك كومبوننت، وهذا السيست لازم يكون على البريفري، وممكن يكون كابنج المننجيوما، وممكن يكون صغير وممكن يكون كبير. and you should accept this possibility. المننجيوما بتبقى لو سيجنال زي ما احنا قلنا في التي 1 وهاي سيجنال في التي 2 او انترميديت في التي 1 والتي 2 على حسب الميه اللي جواها، لكن لما تحقنها صبغه تلاقيها هوموجينسلي انهانسد. في الام ار في السي تي قلنا في بعض المننجيومز الكبيره ممكن يكون في نقط سودة نتيجه البريك داون، لكن في الام ار طلع لنا حاجات تانية. لان زي ما انت عارف الكالسيوم اللي هو موجود في المننجيوما لما تعمل له ام ار بيطلع اسود في التي 1 والتي 2، وكذلك الفيسلز اللي فيها فلو بتطلع اسود في التي 1 والتي 2، وكذلك الارياز اوف بريك داون بتبقى سودة في التي 1 وبيضة في التي 2. يبقى اصبح عندي لما انا احقن صبغه، وانا طبعا زي ما انت عارف لما احقن صبغه بعمل تي 1 بس، يبقى معنى كده كل الحاجات ديت هتبان عباره عن بقع سودة في المننجيوما نفسها.
وساعتها بقى هتبقى عاوز تفرق ما بين الكالسيوم وما بين الفيسلز وما بين البريك داون. في البريك داون هتبص في التي 2 هتلاقيه بيض، يبقى هو دوت الايه البريك داون. في الكالسيوم بقى تيجي تبص هنا مثلا this is a meningioma. المننجيوما ديت is based to the fox. هتقول لي ازاي عرفت ان ديت مننجيوما؟ اقول لك بعد لما حقنا صبغه حصل ان المننجيوما is a homogeneously enhanced lesion. نرجع الاول كده ونشوف. انا عندي هنا هو the cystic component along the margin of the meningioma capping the meningioma which is considered one of the features بتاعت المننجيوما. يعني اللي هو the cystic component ده هو اللي احنا اتفقنا عليه. والcystic component contains مية، والمية لونها اسود في التي 1 ولونها ابيض في التي 2. والبطش اللي باينه حوالين cystic component representing the brain edema around the meningioma. طيب ايه بقى السوادة اللي موجودة في النص ديت؟ دي السوادة represents calcium. ليه؟ لان هي كانت موجودة هنا على هيئة سوادة برضو، وفي التي 2 بقت اكثر سوادا. في هنا حتت بقى بيضه صغيره قوي كده ممكن تلاحظها في التي 1 ان هي كانت سودا برضو، لكن لما رحت في التي 2 بيضت، يبقى معنى كده ان ديت كانت areas of breakdown. وبعدين في سواده موجوده في النص اللي هي عباره عن الايه عن الكالسيوم. لما تحن صبغه الكالسيوم والبريك داون في الغالب مش هياخدوا صبغه، وبالتالي هتلاحظ ان المننجيوما جواها مثلا نقطتين ثلاثه سود في الام ار which may represent calcium او foci of degeneration. لما تبص بقى على الحرف بتاع المننجيوما تلاقي فيسل كده معدي، والفيسل دوت is not enhanced في الام ار نتيجه السيجنال فايد فينومينا بتاعه الفلوينج بلاد. يبقى معنى كده ان انت عندك ثلاث نقط سودا موجودين في المننجيوما، واحد due to breakdown، واحد due to calcium، واحد due to the vessel. والفيسلز غالبا هتبقى على البريفري بتاعت المننجيوما، والكالسيوم والبريك داون هيبقوا في النص. عشان تفرق الكالسيوم من البريك داون تبص في التي 2 فتلاقي البريك داون بيبيض لكن الكالسيوم بيفضل اسود زي ما هو. حد هيسال نفسه سؤال، ليه الكالسيوم هنا هو بوتشه كبيره وهو هنا مش باين بنفس الحجم؟ السؤال طبعا وجيه ومنطقي، ولكن الاجابه سهله جدا. انت لما بتحقن الصبغه معنى كده ان المننجيوم بتاخد الصبغه يعني بتبيض، يعني السيجنال بتاعتها بتزيد. وانت عارف ان سيجنال معناها زي وميض او ضوء. فلو انت عندك كالسيوم لونه اسود في وسط المننجيوما وجيت انت نورت الدنيا من حواليه، حتت من الكالسيوم ده هو هتختفي نتيجة الهاي سيجنال اللي موجود في ال انهانسد تيومر تيشو. ولو انتوا كنتوا معايا من المحاضرات اللي فاتت اتكلمنا في نفس الموضوع دوت في الهيموريج، لما يكون الهيموريج في نصه اكيوت بلاد والبريفري بتاعته سب اكيوت بلاد لون ابيض، فتيجي الحتة بتاعت الهيموريج في التي 2 تلاقيها اختفت خالص اللي هي بتاعت الاكيوت بلاد نتيجة ان النور بتاع السب اكيوت بلاد غطى عليه. فمن هذا المنطلق بتعتبر التصرف بتاع المننجيوما نفس القضية. هنا this is a post contrast MR of a meningioma that is based to the convexity meninges and along the periphery of the meningioma you can see some vessels and inside the meningioma you can see serpiginous كده structures which are also vessels. لكن الكالسيوم انت عارف ان هو بيبقى عبارة عن بطشة كده اهوت، يبقى هنا you may find vessels على ال periphery of the meningioma او vessels in the central part of the meningioma، لكن انت بتعرف ال vessels بشكلها ان هي عبارة عن ديدان كده صغيرة ماشية حوالين الليجن او جوه الليجن. This is a meningioma based to the convexity meninges والعظم اللي جنبيها تخنان قوي 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 زي ما انت شايف كده. المننجيوما ده هي عاملة بون سكليروز، والبون سكليروز هو احد الفيتشرز المميزة للمننجيوما. فلما تبص على العظم اللي جنب المننجيوما وتلاقيه تخن، العظم طبعا السكليروتيك بون بيبقى لونه اسود في الام ار سواء في التي 1 او التي 2،
وفي السي تي بتلاقي العظم التخين بقى ابيض طبعا زي ما انت عارف. طيب يبقى this is a meningioma، لما بصيت عليها في الصبغه فيه هوت ان انهانسنج سيستيك كومبوننت على البريفري بتاعتها، وجواها وبراها شويه فيسلز، لما حقنت الصبغه حصلت هوموجينس كونتراست انهانسمنت. اي واحد من اللي قاعدين اللي هم ممكن ما سمعنيش بكلم قبل كده يقول لك this is not a homogeneous contrast enhancement. ليه؟ لان في component of the meningioma ابيض من الكومبوننت التاني. لكن انا بنسمي ده هو differential enhancement، يعني ال both component of the meningioma، both components of the meningioma سواء ده او ده هما الاتنين خدوا الصبغه compared للمنظر في ال without contrast، وهما الاثنين ار هوموجينسلي انهانسد لان ما فيش في وسطيهم areas of breakdown ولا حاجات apart from the vessels اللي احنا شايفينها. يبقى الليجن all in all is a homogeneously enhanced lesion، ولكن جزء منه مش انهانسد بنفس الدرجه اللي انهانسد بيها الكومبوننت الثاني، ودوت ما يمنعش ابدا ان انا اشخص this is a meningioma، بالذات وان هي عندها the typical بون سكليروزس رياكشن وعندها ديورال تيل، وزي ما احنا اتفقنا ان هذا الديورال تيل ما هواش معول اساسي في التشخيص زي ما احنا اعتبرنا، وكذلك وجود السيستيك كومبوننت لا يعيب مطلقا المينينجيوما في الام ار. لو احنا بصينا هنا هوت في ديس كرونال ام ار بالصبغه اند يو سي in the paracellular area a homogeneous enhanced lesion based to the floor of the middle cranial fossa. واي حد باصص على الموضوع دوت ان كان كومبير العظم اللي انا بشاور عليه دلوقتي بالعظم بتاع الناحيه الثانيه، العظم بتاع الناحيه الثانيه contains bone marrow والمارو فيه فات والفات لونه ابيض في التي 1 زي ما احنا شايفين، لكن العظم اللي هو related to the meningioma is sclerotic والسكليروتيك بون بيبقى لونه اسود في الام ار وتخين، يعني شايف هنا التخن بتاع العظميه ديت كومبيرد للتخن بتاع العظميه ديت. الباراسيلر مننجيوما will be discussed في الديتيلز مع السله والباراسيلر اريا، لكن ما فيش مانع ابدا من انك انت تشخص هذه المننجيوما بيزد على حاجتين اساسيتين، نمره واحد homogeneous contrast enhancement، نمرة اتنين the dural base اللي هو لازق على الفلور بتاع الميدل كرينيال فوس، كون ان معاها بونس كيلوزس خير وبركة. This is to support the possibility of meningioma، ولكن في غيابه ما يجراش حاجة. ده المننجيوما العادية اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي هي كونفكستي او سبفرونتال او تنتوريال او فالساين، لكن في انواع تانية من المننجيوماز المفروض ان انتوا تبقوا عارفينهم، كأن يكون المننجيوما ممكن تكون مالتيبل، وديت من الحاجات اللي برضو كان يقول لك المننجيوما از يوجوالي سنجل، والليمفوما اللي هي بتتلخفن في المننجيوما ممكن تبقى مالتيبل ودوت وسيله للتفرقه. بقول لك لا، لان المننجيوما ممكن تبقى مالتيبل. المننجيوما ممكن تطلع انترافنتريكولر وفي هذا الوقت هي ملهاش ديورال بيز، ولكن هي طالعه من ابندايمال او سب ابندايمال سيلز اللي هم موجودين جوه الفنتركل، وبعض الناس كان زمان بتقول ان هم ابيرنت مننجل سيلز موجوده جوه الفنتركلر سيستم. المننجيوما ان بلوك اللي هي المننجيوما انترا اوسيس يعني وذين ذا بون، ما نشوف برضو ازاي. الاوبتيك نيرف مننجيوما اللي هي مننجيوما ارايزنج فروم ذا اوبتيك نيرف كفرنج انسايد ذا اوربت، دولت other forms of meningioma. دي تقريبا ما فيهاش مشكله لانها طالعه من ديورال بيز وهي هوموجينس انهانسد، لكن بتدخل في ديفرنشال دايجنوزس هنتكلم عليه او اتكلمنا عليه لما جبنا سيره الاوربت، والثلاثه التانيين محتاجين بعض التفصيل. لو انت بصيت على حاله زي كده وعندنا مثلا ليجن زي دوت كده which is a homogeneously enhanced lesion based to the dura يبقى ينفع يبقى مننجيوم. طيب جيت هنا في البوستيريور فولسا لقيت another homogeneously enhanced lesion
بيزد تو ذا ديور عند البيترس بول يبقى ينفع يبقى مننجيوم. رحت في الحته بتاعت التيمبرال ديت ولقيت الصغير كده موجنس انهانسد ليجن بيزد تو ذا ديور على الجريتر وينج اوف ذا سفينويد يبقى مننجيوم. رحت في الحته ديت لقيت واحد تاني موجنس انهانسد ريليتد تو ذا فالكس ريبراي يبقى مننجيوم. يبقى اذا المننجيوما كان بي مالتيبل، ولكن لو احنا عندنا مالتيبل ليجنز لازم عشان اشخصهم مالتيبل مننجيوماتا لازم كل ليجن لوحده ينفع يبقى مننجيوم. يعني لو انت شفت الحاله دي كده ولقيت الليجن دوت كونسيرنينج الفيتشرز بتاعت المننجيوما هو مننجيوما ازاي؟ ان هو هوموجينس انهانسد وديورال بيز. لقيت ده مننجيوما ولقيت ده مننجيوما ولقيت ده مننجيوما وجيت هنا لقيت ده ما ينفعش يبقى مننجيوما مثلا، يعني لقيته ملوش دعوه بالفالكس ومتوسط كده لوحده او حاجه زي كده، يبقى خلاص بتهد التشخيص. لان الليجنز المالتيبل في عرف الاشعه في الغالب بتبقى ميتاستاتيك ديبوزيتس. بعض الميتاستاتيك ديبوزيتس ممكن تبقى هوموجينسلي انهانسد ولازقه في الديوره، لكن بعضها ما يكونش كده. وبالتالي علشان تشخص the possibility of multiple meningiomata which is a relatively rare possibility compared to the multiplicity of lymphoma and metastasis لابد من كل ليجن في هذه المننجيو الليجنز اللي انت شايفهم يستوفي الشروط بتاعة المننجيوما علشان تقول ان هو is a meningioma. زي ما شفتوا وصلنا في اخر الحلقه ديت الى تخليص معظم الكلام على المينينجيوما باي ام ار اي، وايه السيجنال كاركترستكس بتاعتها، وايه الدايجنوستيك فيتشرز، وايه المينينجيوما ممكن يكون فيها لو سيجنال سبوتس، وقلنا ايه هي اللو سيجنالز ديت وكده، وابتدينا نتكلم على السبيشال تايبس بتاعت المينينجيوما. ف كانت اول واحده فيهم هي ذا مالتيبل مننجيوماتا، ومع الاسف يعني الوقت ما اسعفناش، فاحنا بنوعدكم ان شاء الله ان احنا نواصل الكلام في الحلقه الجايه على بقيه السبيشال تايبس اوف مننجيوماس، ثم نتطرق الى الحاجات اللي هي بتعمل هوموجينس انهانسمنت وهي مش مننجيوما، ونشوف ازاي نفرقهم من المننجيوما. بشكركم كثيرا وبتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.